أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. تستهدف وزارة المالية من موازنة المواطن تحقيق مبدأ الإفصاح المالي والشفافية في بنود الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى توضيح أوجه الإنفاق والإيرادات واستخدام الموارد في تطوير القطاعات الخدمية. إيضاح أكثر يشرفنا أن تكون معنا عبر الهواء الأستاذة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمتحدثة الإعلامية لوزارة المالية لشؤون الموازنة والسياسات المالية. شكرا جزيلا لوجودك معنا، وطبعا نقدر لك يعني الانتظار هذا الوقت لحين تغطية الأخبار العاجلة التي جاءت في وقت البرنامج. أستاذة سارة، بداية لو تشرحي لنا تعبير موازنة المواطن. مساء الخير جميعا، بشكركم تاني على اهتمامكم. الحقيقه موازنه المواطن للعام السابع على التوالي هي مجهود بتعمله وزاره الماليه لمد جسور من التواصل. هي هدفنا جدا ان المواطن يكون على علم بكل ما يتم انفاق في موازنه من اجله، لان الموازنه هي حق اصيل للمواطن، ضرائب بتتاخد منه بشكل مباشر او غير مباشر، اي اتاوه دمغه، اي مصاريف بيدفعها من حقه انه يعرف ازاي هتتصرف مره اخرى تاني علشان خدمات تحسن من مستوى معيشته، تساعده في ظروف زي التحدي اللي احنا بنعدي بيها، تقدر ازاي تساعد كل الصناعات الموجوده في مصر، تنمي القدرات الانتاجيه، ازاي المواطن يفهم المصطلحات اللي هي كانت صعبه زمان، تقنيه جدا في موازنه الدوله بتتناقش في مجلس النواب، لكن في نفس الوقت اللي بتتناقش فيه في مجلس النواب المواطن كمان من حقه يفهم لماذا هذه الاولويات هذا العام، ايه اللي جاي ان شاء الله الوقت الجاي، ايه اهم السياسات اللي هتمس حياته اليوميه، استقرار المنظومه الضريبيه. حقيقه امور كتيره قوي وملفات هامه المواطن من حقه انه يعرفها. الحقيقه لما المواطن بيعرف الحقيقه بيتحول وبيكون شريك اصيل في النمو وفي الدفع بالنشاط الاقتصادي للبلد، وده هدفنا الحقيقه. طيب يعني الموازنه جاءت هذا العام في ظل ظروف استثنائيه، فيروس كورونا، كيف تمكنتم من المحافظه على اهداف الموازنه بالرغم من هذه التحديات؟ الحقيقة كان على عاتق وزارة المالية الحقيقة في هذا الظرف الدقيق إنها تتخذ كل الإجراءات والتدابير للحفاظ على أهم حاجة صحة المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم من السلع الأساسية، وكمان الحفاظ على عجلة الإنتاج. لكن كمان كان لابد من إجراء توازن إنه يكون كمان بيحافظ على مسار الاقتصادي للآمن للبلد. الحقيقة دي كانت مهمة مش سهلة، لكن الحقيقة جميع القطاعات في وزارة المالية كانت على مدار الساعة بتتابع بجهود حثيثة علشان المستجدات. أول حاجة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللي بشكل مرن وفعال تقدر تزود كل المخصصات أهميتها طبعا للصحة، وخط الدفاع الأول لينا كمان ان احنا نكون بنساند كافة القطاعات المنتجة والاستثمارية للبلد علشان كمان توفر عمالة، وفي نفس الوقت اي خدمات تهم المواطن سواء كان من تعليم سواء كان خدمات بتقدم لي، تم الحقيقة التوصل للدفع الحقيقة بجهود عظيمة جدا للرقمنة وتيسير كمان الاجراءات على الممولين والمصالح الإيرادية. والحقيقه كان مجهود كبير قوي مع مختلف القطاعات للدوله والقطاع الخاص الحقيقه والوزارات المعنيه علشان نقدر نأمن للمواطن كل ما يحتاجه، وفي نفس الوقت ما يكونش ده بيزود اعباء اضافيه بره المسار الامن بتاعنا للوقت الجاي، بحيث ان احنا نحافظ كمان على معدلات نمو في نفس الوقت معدلات العجز او الدين تكون برضو في المسار الامن ليها. ما هو المسار الامن استاذه ساره؟ المسار الامن يا استاذه دينا بمنتهى البساطه، احنا بقى لنا 3 سنوات من اصلاح اقتصادي ابتدينا نحط كل من معدلات العجز الموازنه وكل معدلات دين اجهزه الموازنه العامه لاول مره على مسار نزولي. الحقيقه ده بالمقارنه بكثير من الدول الناشئه والاقتصاديات الاخرى، احنا محافظين على هذا المسار حتى لو السنه دي اتعرضنا لزياده بسيطه فهي ما زالت في ضمن الحدود الامنه اذا قارناها بكثير من الدول الاخرى. المسار الامن كمان استاذه دينا معناه ان مؤسسات
اذا حاولنا نقارن الدول اللي المقارنه لينا لمصر مثلا، لو احنا حققنا السنه دي ان شاء الله في حدود 7.8 كمعدل عجز، فاحنا احسن بكتير جدا من الهند ومن باكستان من الصين من تركيا الحقيقه، حتى السعوديه الحقيقه احنا في معدل امن جدا بالنسبه لهم اذا قارنا بالدول اللي هي الدول المقارنه للتصنيف الائتماني للدول بتاعتنا. الدول المقارنه يعني لينا الاقتصاديات بتاعتنا. ونفس القصه الحقيقه للدين لاول مره على مسار نزولي، في حين ان دول اخرى كثيره هذا العام لن تحقق معدل نمو ايجابي، وكما ان ايضا معدلات الدين هتزيد كنسبه من الناتج المحلي لهذه الدول اللي انا اشرت ليها. الحقيقه اللي احنا بنحافظ عليه الوقت الجاي ان احنا عملنا مساحه ماليه، المساحه الماليه ديت اللي احنا قدرناها اللي احنا نقدر ان احنا نقف كافة الأسر والقطاعات المتضررة، وفي نفس الوقت نحافظ على معدل نمو يساعد معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير. وهذا هذه المساحة المالية هي حاولنا نتحرك فيها بمرونة. هذه المساحة تبها بعناية دقيقة جدا اللي بيها ما تزودش معدلات العجز أو الدين بشكل يخرج عن المعدلات اللي احنا حاسبينها، وفي نفس الوقت ساعدنا ان احنا نتعافى بأسرع وقت ممكن. رائعة. طبعا سنتعرف على المزيد من حضرتك، لكن اسمح لنا نخرج لفاصل قصير ونتابع هذا الحوار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، ونواصل متابعة موازنة المواطن التي أعلنت عنها وزارة المالية، وما زالت معنا على الهواء مباشرة الأستاذة سارة عيد المتحدثة الرسمية باسم وزارة المالية للسياسات المالية. أستاذة سارة، طبعا تأثيرات كورونا ما زالت موجودة، يعني تبعاتها ما زالت تؤثر على كثير من القطاعات كما أشرتي، إلى أي مدى راعت الموازنة هذا الأمر، وكيف كانت المخصصات التي تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة؟ الحقيقة احنا كنا مدركين تماما انه على رأس اولوياتنا قطاع الصحة، فاحنا الحقيقة معدل الزيادة تقريبا حدود 83 مليار جنيه الحقيقة كل قطاعات الصحة، لكن كمان تم توجيه مخصصات مالية سريعة جدا في حدود 11 مليار جنيه للاستيفاء كل الاحتياجات، سواء كان من لوازم من معدات، رفع كثير من الحوافز والبدلات، تعيين 7000 تقريبا معيد، وكثيرا كثير بين الأطباء والزملاء للحقيقة كل الاحتياجات اللي كانت كل المستشفيات على قد ما قدرنا، رفع الحقيقة جميع النفقات الخاصة بالعلاج على حساب الدولة، والاستكمال طبعا منظومة التأمين الصحي. بالعكس الوقت الجاي بيشهد المزيد من استخدام التكنولوجيا في الحقيقة على حقيقة لحد دلوقتي في حدود 5 محافظات، لكن احنا المفروض ان احنا هنكمل دوت في باقي محافظات مصر. اتخاذ كل البيانات على بتدوين كل بيانات المرضى بحيث ان يكون عندنا رصيد من البيانات اللي يساعدنا. شكرا جزيلا الأستاذة سارة عيد المتحدثة الإعلامية لوزارة المالية لشؤون الموازنة والسياسات المالية. وهكذا نصل لنهاية مال وأعمال. إلى اللقاء.